اليوم جينا كقيادات لحزب الأصالة والمعاصرة من نواب برلمانيين أعضاء مجلس وطني قيادات شبابية من أجل مساندة إحدى يعني الحركات النضالية داخل حزب الأصالة والمعاصرة التي تستنكر الوضع المزري الداخلي الحالي, وهي الحركة التصحيحية لمحيد, واللي قامت بجمع توقيعات أعضاء المجلس الوطني واللي ومناضلات ومناضلي الحزب وبرلمانيين وقياديين إلى غير ذلك, واللي وصلوا في توقيعات 1697 توقيع لكي طالبوا بمطالب عادلة جدا نحن نتبناها ونساندهم في هذه المطالب لأنها مطالب بسيطة وعادية جدا, وللأسف لم تكن تستحق كل هذا النضال لأنهم يعني شنو باش كيطالبوا تطبيق النظام الأساسي اللي صوتنا عليه في المؤتمر, ماشي شي عجب آخر, كيطالبوا بتطبيق النظام الداخلي للحزب الحقيقي, ماشي شي عجب آخر, هذا هو المطالب ديالهم, وبنشر لائحة أعضاء المجلس الوطني في سابقة حزبية. اليوم في المغرب أعضاء المجلس الوطني مجهولون, ما لم يتم نشر اللائحة. نستنكر يعني لماذا هذا يعني التماطل لنشر اللائحة, ولماذا يعني تتأخر القيادة الحالية في نشر اللوائح, ثم نطالب كذلك بعقد دور المجلس الوطني لكي يشتغل الحزب وفق القانون المنظم للأحزاب. اليوم الحزب يشتغل خارج القانون وهذا خطير جدا. اليوم هنالك تجاوزات خطيرة جدا في عدد من القرارات التي تقوم بها القيادة الحالية, والتي هي للأسف يعني خطأ في خطأ, ضلال في ضلال, وخرق في خرق للقانون. وأذكر أن بالأمس القريب يعني المحكمة الابتدائية أصدرت حكما يلغي قرار سيد الأمين العام بإعفاء رئيس الفريق النيابي, واللي كان يعني قرار ماشي في محله, قرار يخرق النظام الداخلي للمجلس النواب ويخرق عدد من الأشياء. فنحن اليوم يعني ندعم مطلب حركة لا محيد ونطالب بتطبيق القانون وعقد دورة المجلس الوطني في أقرب الأجل لانتخاب قيادة قادرة على يعني تجاوز الخروقات الحالية وإعادة الحزب إلى سكته, لأن هذا الحزب هذا ولد كبيرا من أجل استجابة مطالب المغربيات والمغاربة, ومازال عنده دور كبير يخصه يلعبه اليوم في المشهد السياسي الحزبي, ولليوم ما كيلعبوش لأنه منغمس في مواضيع يعني للأسف يعني نشمئز منها, وللأسف يعني كتسبب ماشي غير نفور يعني للشباب انهم يدخلوا الحزب, وانما من نفور ايضا طاقات واضرار الحزب مما يحدث من ممارسه. سيد ابتسام, يعني في نظرك انت لماذا يرفض المكتب السياسي يعني اقامه دوره للمجلس الوطني من اجل التصويت على اعضاء المكتب السياسي؟ اولا ليس لدينا مكتب سياسي, هنالك اعجوبه تم ابتداعها, سميت مره تسمى بالمكتب السياسي بالصفة, مرة تسمى بمكتب سياسي مؤقت. هذه المسألة هذه ما كاينش عندنا في القانون. اللي عندنا اليوم منتخب هي رئيسة المجلس الوطني والسيد الأمين العام وفقط. اليوم ما درناش دورة المجلس الوطني باش أننا ننتخبوا قيادة سياسية وأننا ننتخبوا مكتب سياسي وفق القواعد وفق كيف ما قلت النظام الأساسي اللي صدقنا عليه في المؤتمر, ماشي شي حاجة أخرى. في نظركم علاش ما كاينش هذا السؤال وجهه السيد الأمين العام, لماذا يرفض عقد هذا في حين أن أحزاب كثيرة اليوم عقدوا دورات مجلس وطني عن بعد؟ بل أكثر من هذا, هنالك حزب عقد مؤتمرا استثنائيا, فهل يعجز حزب الأصالة والمعاصرة عن عقد دورة؟ وهل لا نمتلك يعني كونيكسيون انترنت, جميع مناضلينا لديهم انخراط بشبكة الانترنت وممكن أن نعقد هذا الأمر؟